مساء الخير، عاملين ايه النهارده؟ معانا حلقه جديده، وصفه جديده، وهي طريقه عمل للشورز الاسباني. تعالوا نشوف المكونات معانا هنا ايه. كوبايه ميه تعادل 200 جرام، وعندي 20 جرام سكر اللي هو معلقتين، ورشه ملح، ومعلقه زبده، واربع معالق زيت. عايزه تحطي زيت بس، عايزه تحطي زبده بس، مفيش اي مشكله. وهسيبهم على النار لحد ما يبتدوا يغلوا لحد ما تبقى كده. هبتدي ان انا انزل بالدقيق. الدقيق عندي 165 جرام. هبتدي بقى اقلب لحد ما هتوصل الشكل اللي هتشوفه دلوقتي. هفضل اقلب فيها لمدة 4 دقايق بس على النار، بعد كده هسيبها تبرد. لحد ما وصل معايا بالشكل ده، هخليه بس زي ما قلت لكم 4 دقايق على النار وانا بقلب كده. بعد كده هبتدي ان انا اطلعه احطه في طبق. هسيبه بقى هنا كده، هبتدي ان انا اخليه كده على الجناب لحد ما يبتدي ان هو يبرد. هنا بقى بعد ما برد هنزل هبتدي احط اول بيضه، وهقلب لحد ما يعني العجينه تتشرب البيضه. هي هتتقطع معاكم كده بس هتتلم في الاخر. احط البيضايه الثانيه، واحط معاها شويه فانيليا حوالي نص معلقه. هقلبها برضو لحد ما تتشرب زي البيضه الاولانيه. لحد ما وصلت القوام ده، انا بقى هنا ما عنديش كيس حلواني، فكان عندي دوت بتاع بلح الشام، فانا كنت شايله يعني اللي هي الشكل بتاع بلح الشام، وعملت كده حطيته بقى هنا في الزيت لحد ما يبتدي ان هو لونه يبقى ذهبي كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. هطلعه بقى، وده بقى الشكل النهائي. وهنا انا عندي صوص فراوله، عندك صوص كراميل، عندك شوكولاته، عندك اي حاجه. ممكن اول ما يطلع من الزيت تحطيه في سكر وقرفه، معلقه سكر وقرفه، ويبقى برده طعمه تحفه. بس ودي كانت حلقه النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. لو اول مره تشوفوني فانا اي محمد، ما تنسوش تشتركوا في القناه.